زادت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ب 36.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت متحصلات مصر من السفر نحو 6.8 مليار دولار، كما ارتفع الفائض من ميزان السفر إلى نحو 5.4 مليار دولار. وقال المجلس العالمي للسياحة إن قيمة ما صرف من السائحين في مصر خلال العام الماضي بلغ 12.2 مليار دولار. للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم، وبداية التحسن الحاصل في إيرادات السياحة المصرية من وجهة نظرك، ما الأسباب المباشرة لذلك؟ مساء النور يا فندم. يعني أعتقد في البداية طبعا حجم الاستقرار السياسي والأمني اللي شهده المجتمع المصري خلال الأربع عوام الماضية كان له تأثير كبير جدا، باعتبار أن القطاع العام الأمني بيأثر بشكل كبير على قطاع السياحة وإيرادات هذا القطاع وحجم السائحين القادمين من الخارج إلى مصر. يعني ده في المقام الأول. في المقام الثاني أيضا الاختلاف في رؤية الدولة لتنمية هذا القطاع كان له تأثير كبير على زيادة عدد السائحين القادمين من الخارج وإيرادات هذا القطاع بالتبعية، والمتمثلة في ان احنا انتقلنا استاذة دينا ما بقناش بنعتمد على الاليات التقليدية في الترويج لقطاع السياحة، بل بالعكس احنا شفنا استحداث اليات جديدة وقطاعات فرعية جديدة داخل قطاع السياحة ما كناش بنشهدها قبل ذلك، من اهمها طبعا جزء كبير جدا سياحة المؤتمرات والمعارض اللي اقامتها الدولة المصرية على مدار الاربع عوام الماضية، سواء فيما يتعلق بمؤتمرات الشباب على سبيل المثال اللي كان بتقيمها الحكومة المصرية او حتى المعارض ايا كان يعني الهدف من إقامة هذه المعارض، كل ده ساهم بشكل كبير جدا في استحداث مفهوم ونوع جديد هو سياحة المؤتمرات والمعارض، وبالتالي كان تأثير ده كبير على حتى الناحية الترويجية لقطاع السياحة. واعتقد كمان مشاركة مصر في اكثر من معرض عالمي للسياحة وعرض العديد من يعني الاماكن والمعالم السياحية المختلفة والترويج والتسويق للسياحة المصرية خارجيا ده أثر بشكل كبير، وأعتقد كمان استضافتنا للعديد من الأحداث الهامة سواء على المستوى الفني أو المستوى السياسي أو الرياضي بيأثر بشكل كبير، وإحنا طبعًا على أعقاب استضافة كأس الأمم الإفريقية أعتقد إن إحنا بنستهدف تنشيط قطاع مهم جدًا أو اجتذاب قطاع كبير جدًا من السياحة أو السائحين الخارجين هي السياحة الإفريقية، فأعتقد كل ده يعني بالتبعية كان ليه تأثير إيجابي على إيرادات هذا القطاع. طيب هذه الإيرادات كيف تسهم في دعم الاحتياطي الدولي لمصر؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أن قطاع السياحة بيمثل واحد من أهم مكونات النقد الأجنبي داخل الدولة المصرية، والحجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية اللي هو في الدولار في هذه الحالة اللي ده البنك المركزي، طبعا بالإضافة إلى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لداخل لحضرتك من بره وأيضا تحويلات العاملين المصريين. لكن قطاع السياحة معروف أنه قطاع يعني تأثيره في الاحتياط النقدي تأثير سريع، لأنه حركة التشغيل اللي بيحدثها هذا القطاع داخل قطاعات الاقتصاد الأخرى المختلفة ومترتب عنه من توفير فرص عمل وحركات التشغيل في الفنادق والمنشآت السياحية وخلافه، فهو قطاع مرتبط أو بيأثر على كل قطاعات الاقتصاد التانية، فيعني تأثيره في الاحتياطي النقدي بيكون أسرع، وبالتالي يعني إحنا بنتكلم على حوالي 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي. أعتقد هذا التعافي اللي حصل في هذا الرقم مقارنة ب 2011 وما تلا ذلك بيمثل يعني أو بيوضح قد إيه حجم الطفرة الإيجابية اللي بدأت يعني تحدث في هذا القطاع، وأنا أتوقع يعني إن هذا الرقم قد يتضاعف خلال الربع الأول من 2019 إن شاء الله. هو فعلا إذا قارنا هذه الأرقام بفترات السابقة الأرقام تتحسن، لكن بشكل عام هل يعني 12 مليار و 200 مليون دولار يعني هل بتتفق معي أنه متواضع بالنسبة للمنتج السياحي الذي تمتلكه مصر؟ يعني انا متفق مع حضرتك طبعا استاذه دينا، لكن خليني اقول لحضرتك ان احنا يعني كنا لفتره طويله جدا بنعتمد في الترويج لقطاع السياحه المصريه على اليات تقليديه، وان احنا طول الوقت بنعول فقط على فكره المعالم الاثريه او المعالم السياحيه الموجوده عندنا،
في ظل ان كتير جدا من الدول حتى اللي حديثه العهد بهذا القطاع في محيطنا الاقليمي عربيا او اقليميا يعني قدرت ان هي تحاكي حجم التطور العالمي اللي حصل في قطاع السياحه، زي على سبيل المثال زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحديث سياحه المؤتمرات والمعارض وخلافه وسياحه التسوق، باعتبار ان قدره هذه القطاعات الفرعيه داخل قطاع السياحه على جذب كم وقدر كبير جدا من السائحين الى الداخل المصري تاثيرها بيبقى اقوى واسرع، وكمان يعني ان احنا بدانا ان احنا نطور من فكره يعني استضافتنا المؤتمرات او العديد من الاحداث الهامه اللي من شانها ان هي تروج ايضا للسياحه المصريه. كمان احنا برضو محتاجين حاجه مهمه جدا ان احنا ننشط السياحه الداخليه، لان كل ما كان هناك تنشيط قوي للسياحه الداخليه داخل الاقتصاد المصري انعكاس ده على جذب السياحه الخارجيه بالضبط نفس يعني مفهوم الاستثمار، كل ما كان هناك تحسن في مناخ الاستثمار المحلي بالتبعيه هيكون هناك تحسن في الاستثمار الاجنبي المباشر اللي جاي حضرتك من الخارج، فبالتالي تنشيط السياحه الداخليه هي مرآه لجذب ويعني تنشيط قطاع السياحه الخارجيه وجذب عدد كبير جدا من السائحين الى السوق المصري، وانا اعتقد يعني ان احنا بنتكلم على حوالي ما يقرب من يعني نسبة قد تقرب 11.7 من 10 مليون سائح من المحتمل ان هم ان شاء الله هيجوا خلال الربع الاول من عام 2019، واعتقد برضو ده عدد يعني الى حد ما مش اللي هو الكم الكبير، لكن اعتقد ان دي هتكون بداية موفقة ان احنا نقدر نجتذب كم اكبر من السائحين داخل السوق المصري. الخبير الاقتصادي احمد ابو علي، شكرا جزيلا لمشاركتك. أعلنت منظمة التجارة العالمية انكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 13% بنهاية العام الماضي، وتوقعت المنظمة أن تنمو حركة التجارة بنحو 2.16% خلال العام الحالي ولكن بوتيرة أقل من 2018. وأرجعت المنظمة تقلص التجارة العالمية إلى استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النمو العالمي إضافة إلى تقلبات أسواق المال العالمية. ننتقل الآن لملف النفط، حيث ارتفعت الأسعار خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى في 5 أشهر، وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت ب20% ليصل إلى 69.14 دولارا للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس ب20% مسجلا 61.70 دولارا للبرميل. قفزت البيتكوين ب15% تقريبا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 4753.51 دولار. ومع هذه القفزة ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين لتصل إلى 83 مليارا و760 مليون دولار. تبلغ القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية 161 مليارا و990 مليون دولار. تراجعت الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة ب1.6% بنهاية فبراير الماضي، ويعد هذا الانخفاض الأول بعد 3 أشهر متتالية من النمو. وبالنسبة لطالبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني النقل فارتفعت ب10% خلال فبراير الماضي بعد هبوطها بالنسبة ذاتها في الشهر السابق. ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب خلال تعاملات اليوم من أدنى مستوى له في 3 أسابيع، وصعد سعر التسليم الفوري ب20% ليصل إلى 1289 دولارا و66 سنتا للأونصة. واستقر سعر العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1293 دولارا و60 سنتا للأونصة.
في مصر هنا تراجعت أسعار الذهب ليصل سعر الجرام من عيار 21 ل 627 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 18 537 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5035 جنيها. ونتابع أداء الدولار مقابل في البنوك المصرية لهذا اليوم، وهذه الأسعار ما زالت مستقرة في نفس الحدود السعرية. وتراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، متوسط اليورو 19 جنيها و40 قرشا، والإسترليني 22 جنيها و61 قرشا. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب. مؤشر اي جي اكس 30 صعد بشكل كبير 1.14% ليغلق عند 15166 نقطة، وكان الدعم الأساسي من سهم السي اي بي التجاري الدولي. صعد مؤشر اي جي اكس 70 بأكثر من 13% وأغلق عند 696 نقطة، وصعد اي جي اكس 100 بأكثر من 14%. أحجام التداولات كانت في حدود 837 نقطة، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 83 مليون و780 ألف جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء في جلسة اليوم. اليوم شهدت أسعار 78 سهما صعودا، على رأسهم الوطنية لمنتجات الذرة صعدت 10% بنهاية التعاملات، الصناعات الكيماوية أيضا، ومن الاستثمار السياحي القاهرة للاستثمار والإسماعيلية الجديدة للتطوير. أما الأسهم المتراجعة فكانت 51 سهما، والأكثر تراجعا في جلسة اليوم بيراميزا للفنادق والمهندس للتأمين، أيضا الإسكندرية للأسمنت وغاز مصر. بالنسبة للأسواق الخليجية، هناك ارتفاع في السوق السعودية اليوم ب 14% مع صعود سهم شركة سعودية للصناعات الأساسية سابك. وفي الكويت صعد مؤشر السوق الأول 1% مسجلا أعلى مستوياته منذ 2016. بورصة دبي أغلقت على صعود، تعتبر هذه أعلى مستويات في 4 أشهر، محققة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وكان الدعم بشكل رئيسي من سهم إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني. في أبو ظبي أغلق المؤشر العام متراجعا بنسب طفيفة، واستقر عند 5053 نقطة. في مسقط تراجع بنصف بالمئة، قطر صعود بأكثر من 14%، والبحرين تنهي على مكاسب بربع بالمئة.